السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنلاقي داخلين بنزور اللي هو النفق الأمل اللي اتبنى تحت مطار سراييفو في عام 1992 لما حصلت سراييفو عن بكرة أبيها. النفق ده كان هو شريان حياة الأهالي في سراييفو اللي حصروا فيها لمدة 3 سنوات. من الناحية الأخرى من سراييفو كان بيجي الأكل والشرب علشان ينقذوا عائلاتهم ويقدروا أنهم يعيشوا هنا. زي ما احنا شايفين ان النفق ارتفاعه حوالي 1.5 متر وعرضه حوالي 1 متر وطوله كان 800 متر، وده اللي هو الحديد اللي كان بيعدي عليه العجلات اللي بيجيبوا عليها المؤونات كلها. النفق ده كنا احنا بنمشي فيه علشان نوصل للمنطقة التانية اللي هي بتتفتح عليها ساحة خضراء كبيرة جدا مفتوحة تحت احد الجبال، ان اغلب الناس لما كانوا بيعدوه بيخشوا في الساحة دي كانت معرضين للقتل من القناصة الصرب بالناحية التانية. طبعا ده 30 او 40 متر فقط من اللي هو النفق، لكن النفق طوله اكتر من 800 متر. اليوم احنا بنزورها ك سواح، لكن في الماضي احنا كنا بنزورها كعمال للإغاثة علشان نساعد الناس في البوسنة في هذا المكان. وده هيحكي لنا قصة سراييفو تحت الحصار، واللي قالها لنا علي عز بيجوفيتش رحمة الله عليه قبل ما يموت. دول طبعا الصور دي بتاعت كل الناس شاركوا في بناء اللي هو النفق، ودي المواد اللي هم تعملوها زي ما انتم شايفين، مواد بدائية جدا موجودة هنا. وقصة النفق دي حكاها كما حكاها علي عز بيجوفيتش رئيس البوسنة، اللي قال كلمة لا أنساها لما قابلناه في مكتبه في سراييفو. قال فيها إيه؟ قال نحن محاصرون في سراييفو كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم محاصر في شعب أبي طالب، ولن تمر 3 سنوات إلا وسنفك هذا الحصار. وفعلا حدث هذا. دي كانت رؤية الرجل ذو البعد والرؤية العظيمة اللي كان بيحكم البوسنة في ذلك الوقت. وانتوا دلوقتي تروا كم كانت الحياة صعبة هنا وكم كانت المعاناة شديدة، حتى إن هذه المدينة كاملة كانت تحيا من خلال هذا النفق نحن نتكلم عنه، نفق الأمل فقط. لكنهم خرجوا منتصرين وقبلوا سلام غير عادل. وقال هذه الكلمة علي عز بيجوفيتش في هذا الوقت حينما أراد أن يقف مذبحة الدم والنزيف البشري لأبناء البوسنة، وكذلك الاغتصاب الممنهج لبنات ونساء البوسنة في هذا الوقت. قال سنقبل السلام غير العادل لنقف هذا النزيف البشري، وكذلك أننا نقف اغتصاب النساء. وقبلوا، والآن البوسنة تعيش في سلام الحمد لله منذ 25 سنة، وتمنى بدعم منكم أن يستمر السلام إلى الأبد. نغير اسم البلقان من اسم البلد الدم والعسل إلى بلد العسل فقط، ومن نفق الأمل إلى حياة الأمل اللي بيعيشها الشعب البوسنوي ونعيشها معه كلنا. نحن بنعيش في أمل، نفق الأمل نحن شفناه من 25 سنة. هذه بعض الأدوات اللي كانوا بيستعملوها في حفر النفق في سنة 92، أدوات بدائية جدا جدا جدا. ودي بعض أسماء الناس اللي كانت موجودة هنا، وزفينا عروق الشجر إلى آخره، وبعض المهندسين والجنود اللي كانوا قاعدين بيحفروا النفق في ذلك الوقت. زي ما انتم شايفين هي كانت فكرة رائعة من هؤلاء الناس يتبني النفق ده وسط البيوت بتاع السكان. دي صورة لصورة الرئيس الرحمة الله عليه علي عز بيجوفيتش رئيس الجمهورية الأول، رجل سلام ورجل قيم وأخلاق ورجل مبادئ، وهو كان يحكم البوسنة في هذا الوقت الصعب. ده المكتب بتاعه اللي هو كان بيقعد عليه، ده علم البوسنة، وده طبعا الشكل الحقيقي للنفق اللي كانوا عاملينه اللي كان بينقل كل حاجة. ده كان معدات عسكرية أو معدات للأكل والشرب والطعام إلى آخره. هو ده الصورة الكاملة بتاعته هنا هو عندنا، ودي صور أخرى للنفق احنا نتكلم عنها. الأيام دي كانت أيام صعبة جدا 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 على الناس دي اللي عاش في سراييفو بهذا الوقت اللي هي وقت 92 و93 و94 و95. ودي طبعا بعض الشنط أو اللي كانوا بيحملوا فيها الأكل والشرب والطعام إلى آخره عشان تبقوا شايفين هنا شايلين الأكل معهم والجرحى إلى آخره والبيض اللي موجودين. طبعا الايام دي كانت ايام صعبه جدا 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 على الناس اهل سراييفو. وسعى الشعب البوسناوي باصراره وعناده وان هو يتغلب على كل هذه الصعاب ويخرج من هذه المحن وينتصر
ويقبل السلام الغير العادل كما ذكرت أنا من قبل. وطبعا كل الناس النهاردة اللي موجودين هنا هو جايين تفرجوا على الماضي، اليوم احنا نعتبر سواح، لكن في الأمس كنا نعاني من المعاناة الشديدة اللي عانى منها شعب البوسناوي في هذا الوقت. طبعا الناس النهاردة جايين يتفسحوا، والفرق الكبير بيننا وبينهم ان هم ما شافوش الأيام المؤلمة دي، لكن احنا شفناها. حتى القطة اللي واقفة قدامنا دي كلها مستغربة، الناس دول جايين منين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من النفق السلام ونفق الأمل وشعب السلام والأمل في البوسنة والهرسك لكل واحد مننا، عشان نحاول نحافظ على السلام في البوسنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.